الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير. ما زلنا متواصلين واياكم من على أرضية ميدان الشحانية حيث الانطلاقات السلسة والسريعة. فشكرا لرجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على هذا الإبداع المتواصل والنجاح الذي نشاهده من خلال هذا الموسم. إذن متابعين الكرام، انطلق الشوط الثاني، انطلق الشوط التاسع لسن ثنايا ولفئة الكار المسافة هي 5 كيلومترات. أتابع هنا الأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة والمؤسسات بمتابعة العمالقة الحاضرين هنا في هذا المسار. أول التحديات أتابع هنا، أول المراكز لأتابع هنا عالية لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع من يتابع لنا تحركات عالية مع أول التحديات. المركز الثاني أتابع هنا الحضور من قبل شقرة لهجن الشحانية، وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع الصامل من يتابع لنا تحركات وانطلاقة شقرة الحاضرة على المركز الثاني. المركز الثالث وصل ثالثا هنا القام لهجن الشحانية، وجابر بن سالم بن فاران من يتابع لنا تحركات القام الحاضرة على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هنا الحضور، المركز الرابع حضور لهجن أم الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هكذا هي الرباعية الحاضرة، رباعية المراكز المنطلقة مع أول التحديات. المركز الخامس أتابع هنا الحضور. معذرة مشاهدينا الكرام، أمر بوعكة صحية والصوت رايح اليوم. أتابع هنا الحضور والانطلاق هنا من قبل 5 التحديات. سوق لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا تحركات سوق الحاضرة مع 5 التحديات. هكذا مشاهدينا الأعزاء نداءنا الأول عبر قناة الريان الفضائية. شكرا لمخرجي هذا النقل الحي والمباشر علي بن خزينة، وعلي هنا علي أبو شارب، وكذلك محمد بن خزينة، المبدعين المتميزين من يبدعوا لنا من خلال هذه الانطلاقات. إذن المركز الأول أتابع هنا الحضور من قبل عالية لهجن الشحانية، يتابعها الصامل بن قريع من يتابع لنا تحركات عالية القائدة لهذه المسيرة المتحكمة بقبضة الصدارة. وأتابع المركز الثاني، انطلقت هنا بكل قوة وحضرت هنا حضور لهجن أم الزبار وناصر بن حمد الشهواني من يتابع لنا تحركات حضور التي بدأت بالوصول. المركز الثالث وصل ثالثا هنا القام لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران من يتابع لنا تحركات القام الحاضرة على المركز الثالث. المركز الرابع يا اخوان الحضور من قبل تحفة لهجن الشحانية، وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا تحفة الحاضرة على 4 التحديات. بينما المركز الخامس أتابع هنا الحضور والانطلاق من قبل سوق لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل. هكذا هي 5 الأسماء. وأتابع يا إخواني التدخل في هذه اللحظات من قبل الطيارة لهجن الشحانية، يتابعها محمد بن خالد العطية، هذا النجم المبدع، هذا الذي أبدع في بداية هذا الموسم من المحل الأول نحو المحل الثاني، وإبداع متواصل مع المشاق محمد بن خالد
العطية. يا سلام يا سلام، هكذا مرارا وتكرارا لهذه الأسماء. بن قريع الصامل ما زال صامدا بتحركات عالية، لكن تشكلت الخطورة من برنس المضمرين، أحد العمالقة يا إخواني، من بدأ موسم مشرف، من بدأ مطمن الجماهير بسيفه. مهرجان ولي العهد لهذا العام، هذا الإبرنس الكبير، هذا الإبرنس العملاق، من انطلق في هذه اللحظات ليقدم لنا تحفة بهذا الأداء والتحفة بهذا الشكل الجميل. المركز الثاني حضور لهجن أم الزبار يتابعها ناصر بن حمد الشهواني، يتابع لنا تحفة، وكذلك العطية وصل بهجن الشحانية ليقدم لنا الطيارة. أتى هنا المشاقب يا إخواني، ما يخلي مشاقباته عندما يحضر، هذا محمد بن خالد العطية من وصل بالطيارة إلى أول التحديات. المركز الرابع هجن الشحانية، يتابعها من؟ جابر بن سالم بن فارا، من يتابع لنا هذا الحضور من قبل هنا؟ غضا، وصلت غضا، يا سلام يا جابر، جابر بجبروته انطلق في هذه الأثناء، وكذلك وتابع حضور لهجن أم الزبار وأيضا هجن الشحانية. ود ويتابعها سالم بن فاران، معركة المضمرين في هذه الأمتار الصعبة، لكن الشبل وما أدراك ما الشبل، الشبل من ذاك الأسد يا إخواني، حضر هنا بقضاء مع أول التحديات. الطيارة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية، كذلك ود، يتابعها بن فاران، يتابعها الذهبي سالم، ود وقضى، والطيارة كلها لهجن الشحانية، لهجن الأدعم القالي من تحضر في هذه الأثناء. يبقون يمتعون الجماهير الحاضرة، يسعدون هجن الشحانية بحضورها وجاهزيتها التامة لهذا الموسم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المعركة ما بين جابر بن فاران ومحمد العطية، هكذا هي الأمتار الأخيرة، ما بين ود، ما بين هنا قضى، وكذلك الطيارة وقضى. اللحظات الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط، إذا تهانينا تهانينا، والناموس لهجن الشحانية، وكذلك للشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني. المركز الثاني الطيارة لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثالث كم يا بوتين؟ المركز الثالث ود لهجن الشحانية وبمتابعة سالم بن فاران. المركز الرابع القام لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس حضور لهجن أم الزبار ناصر بن حمد الشواني. هكذا تابعنا وإياكم قضى من صمدت حتى الأمتار الأخيرة، لهجن الشحانية يتابعها الشبل جابر بن سالم بن فاران. توقيت الزمني 8:12 98 جزءا من الثانية، هكذا هو توقيت قضى لهجن الشحانية. الطيارة أتت ثانيا لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. توقيت الزمني 8:13 ستة أجزاء من الثانية، بينما أتت مع المركز الثالث كان الوصول هنا من قبل ود لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران. التوقيت الزمني 8:16:37 جزءا من الثانية.